الأسرار العشرة للحياة الزوجية الأكثر سعادة ونجاحا. 1، الزواج يعني دخول وتشكيل مملكة جديدة يتوج فيها الزوج ملكا وتتوج الزوج ملكة، ويمثل كل من الملك والملكة بروتونات وإلكترونات، أي السالب والموجب، بينما يمثل الأمراء والأميرات النيوترونات، أي لا تحتوي على جسيمات أصغر. 2، يجب عدم الكشف عن النزاعات أو الخلافات الداخلية خارج المملكة، سواء الآباء أو الأقارب أو الأصدقاء، ويلتزم الطرفان بالثناء المتبادل بينهما. 3، لتكون حياة زوجية سعيدة يجب إجراء حوارات مفتوحة بشكل دائم، فقط خلال الأوقات المناسبة مثل عطلة نهاية الأسبوع أو الإجازات، كما يجب أن يحظى الطرفان بنفس المدة الزمنية عند إجراء النقاش. النقاش هو التحدث بقدر الاستماع. 4، الملك يحمل حق النقض، ويجب عليه التروي في استخدام حق النقض إلا في الحالات البالغة الأهمية. الاستخدام المتكرر لحق النقض يمكن أن يفقده مصداقيته. 5، الملكة تمتلك السلطة الكاملة بأن تكون لديها السيطرة الكاملة على القضايا الأسرية والاجتماعية بداخل مملكتها. 6، كل ملكة تحمل قلب الملاك. الأمراء والأميرات هم ملائكة هذه المملكة الجميلة. 7، الصراخ عليهم أو ضربهم أو إساءة معاملتهم جريمة بحتة ضد حقوقهم. الأخطاء التي يرتكبونها ليست إلا مجرد سلسلة من عمليات التعلم، لأنهم يواصلون مصيرهم في استكشاف العالم الجديد، وبالتالي ينبغي أن ينالوا الإشادة وليس العقاب. 8، جميع ممتلكات المملكة تنتمي إلى المملكة بذاتها، ليس فقط الملك أو الملكة، بل لجميع أفراد المملكة على قدم المساواة. 9، نجاح الأمة بأكملها يبدأ من المملكة الأسرية، انطلاقا من الداخل إلى الخارج وليس العكس. 10، المملكة الأسرية هي رمز الأمة بأكملها. حقا الحياة مدرسة، العملية التي لا نهاية لها، فهناك دائما وفي كل يوم شيء جديد للتعلم. الحكمة الأقوى التي تعلمتها من ملكتي عن أي وقت مضى. 1، الكلمات السحرية الخمسة: الرجاء، المعذرة، آسف، شكرا لك، أعذرني. 2، قوة الصلاة والأدعية: الاكتراث، اللطف. 3، الاعتراف الذاتي بالأخطاء. 4، الزواج يعني الالتزام الكامل والترابط بين الملك والملكة كجسد واحد. 5، يتولى الملك السلطة مباشرة بعد الله سبحانه وتعالى، يعينه في ذلك حكمة الملكة
وحرصها على مملكتها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيكم ومحبكم الدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن. نحو حياة صحية شاملة جسديا ونفسيا وعقليا وروحياً.